أن الشرعية هذه خط أحمر. يعني إيه خط أحمر؟ خط أحمر يعني الدفاع عنها هو نابع من إرادة الشعب، مش الشعب اللي موجود في بعض الميادين، لا ده الشعب اللي موجود في ميادين أخرى. إذا كانت هناك حشود موجودة في ميدان التحرير نعترف بأنها حشود كبيرة وبشكل سلمي وجميل وموجودة في الاتحادية، لكن هناك حشود أخرى كبيرة. أنا قلت هنا في البرنامج من أظن أول أمس أو أمس، قلت بوضوح شديد يا جماعة الحشد في أي مكان لا يقابله إلا حشد آخر. إذا كان هناك عنف فسوف يولد عنفا جديدا. طب ما في آليات تانية أسهل من مسألة الحشود، حشد وحشد مضاد. لكن الناس حاليا اللي في ميدان التحرير وعند قصر الاتحادية وفي جميع محافظات مصر يا دكتور، يعني بدأوا يطرحوا فكرة العصيان المدني. ما هو أنا برضو ما زلت حضرتك بتصنع بكرر فكرة الانقلاب ده. يعني انقلاب مش شرط انقلاب، يعني فكرة إن أنا أنزل وأشيل الرئيس بالقوة أو بالأسلحة أو غيره، لا. أنا حتى انقلابي على فكرة اتفاق بينا، تحكي اتفقتي معايا في أول الحلقة إن إحنا هنمشي الحلقة بطريقة معينة، مش هيبقى في ضيف تاني وات إيفر أيا كان الاتفاق. فانقلابي على هذا الاتفاق إن أنا أقول لك مش عاجبني الكلام ده وأسيب الحلقة وأمشي. لا، إحنا بقى عايزين نسير في مسار طبيعي، مسار ديمقراطي، مش ما نقولوش عصيان مدني، ما نوقفش حال الناس ومصالح الناس، وأقفل المحافظات وأقفل المحليات. وأنا داخل دلوقتي مقبل على رمضان، الناس ليها احتياجات، مقبل على مصر بلد عندها مشاكل عليها مليار وتريليون و500 مليار ديون. مصر احتياطها النقدي بيتناقص، واجي النهارده اقول والله انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا عايز بقى اشيل رئيس الجمهوريه عشان مش عاجبني الاخوان المسلمين ومش عاجبني اختيار الناس. مين اللي واقف عند ميدان التحرير وقصر الاتحاديه؟ في اطياف مختلفه. في ناس سخط على الوضع والاخطاء اللي تمت السنه اللي فاتت، وانا معهم بقلبي وبكل جوارحي الناس اللي سخط على الوضع، لكن هناك اطياف اخرى، هناك ثوره مضاده، هناك فلول، مش بقول كل الناس فلول، لكن في فلول خرجوا عشان عايزين يرجعوا النظام اللي فات. ما هي الناس دي خسرت كل حاجه. انا كنت كان معي سلطه وكان معي مال سياسي احركه كيفما اشاء، وعندي احتكار لسلع معينه ولصناعات معينه، وكان عندي نفوذ موجود في كل مكان، وكان عندي تعيينات واستخدام الوسيله للاسف الغير شريفه في الترقي في مناصب الدوله من خلال بقى تعيين القرايب وقبول الرشاوي وغيره. وبعدين مره واحده ما بقتش موجود في السلطه وما بقاش عندي هذا المال، وبتحاسب وهدخل اتحاكم. فلا، لابد ان انقلب. انا مش عاجباني فكره الثوره دي. ايه ثوره ايه؟ لما اسمع واحد كان محامي مبارك اللي أفسد في مصر أكتر من 30 سنة يجي يقول لي والله الثورة المصرية قد سرقت والآن نستردها. آه، ده أنت فعلا بتستردها. استردها إزاي؟ استردها بالعنف؟ يبقى ناس شرفاء يخرجوا يعبروا عن رأيهم ساخطين على الوضع، وأنا أخرج بآلية تانية أو بوسيلة تانية واستخدم العنف. وللأسف اللي احنا شايفينه النهاردة، وأنا بقى عايز أدي رسالة النهاردة مهمة جدا. مين اللي استخدم العنف؟ في استخدام كبير جدا جدا للعنف، حرق المقرات اللي تمت النهارده في اماكن كتيره. ولو حضراتكم ترصدوا هذا الكلام، يتم تكسير بعض المحلات، يتم الاعتداء على بعض المنشات وعلى بعض المظاهرات بحجه ان الاخوان اللي بس دول يا دكتور لا يصنفوا بالثوار. اذا خرج ايوه لا يصنفوا بالثوار. ماشي، احنا ضد العنف وضد حرق مقرات، اي مقرات، وضد ان احنا ولا ممتلكات ناس كمان. اكيد طبعا. بقى النهارده في حاجه طالعه ومع بيان القوى الإسلامية وصف من يثور ضد الدكتور مرسي بالمخدوع. هو لماذا مخدوع ولماذا ينقلب؟ ليه؟ طيب، أنا النهاردة خرجت يوم 14 و15 مايو 2012، وخرجت في الإعادة في أظن في 22 و23 يونيو تقريبا، واخترت رئيس جمهورية. وفي النهاية الانتخابات أدت إلى نجاح رجل اسمه محمد مرسي. وبعدين بعد 6 شهور دخلنا في حاجة اسمها دستور. الدستور ده في إحدى مواده يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يبقى 4 سنوات أو أن يكمل مدة رئاسته ال4 سنوات، وله الحق في ترشيح لمدة تانية، يترشح أو ما ترشحش ده موضوع تاني. نعم. إذن الدستور وده المرة التانية اللي نزل فيها الناس وصوتوا، والانتخابات الرئاسية أعطت للشعب المصري صورة ديمقراطية أن هناك رئيس جمهورية. أجي النهاردة انقلب مرتين، انقلب على الانتخابات الرئاسية. طيب، أنا هستأذن حضرتك في استكمال هذه الفكرة، ولكن